خلونا بقى نرجع نكمل في هذا الملف، لكن نسمع الأول سيادة الرئيس لما اتكلم عن 100,000 فدان في سيناء. احنا كنا بنقول ان في مياه كتير بيتم القائها في البحر، ومنها طبعا البحيرات زي بحيرة المنزلة، وكانت المياه ديت طبعا يعني كان فيها صرف صحي وزراعي وصناعي يمكن، وكان ده ليه تأثير سلبي على بحيرة المنزلة. وكانت الفكرة طب لو احنا عالجنا المياه ديت قبل ما ننزلها هنوديها هنربيها في البحر بعد ما نعالجها عشان البيئة وكده، أو في البحيرة حتى. فقلنا لا، احنا نعمل مشروع ونحول المياه ديت أو جزء منها، بصراحة مش كل المياه يعني اللي بتترمي في بحيرة المنزلة. وإذا كنت أنا بقول كده يصحح الوزير ري يعني، مش كده يا فندم؟ جزء من المياه مش كده؟ تمام. فالخمسة وستة من عشرة مليون متر دول احنا كلفنا أو بنكلف، وإن شاء الله نص السنة دي نفتتح المحطة ديت وتبقى المياه دي متوفرة في سيناء. وهو يمكن اللواء هاب هيكمل الكلام ويقول المياه دي هنعمل بيها ايه؟ المياه دي هنعمل بيها ايه؟ لأن هي يعني كتير من الموضوعات بتبقى محتاجة إن احنا نبص لها بمبصة متكاملة مترابطة مع بعضها البعض، عشان ما تبقاش عشان تبقى واصلة لكل الناس. احنا بنتكلم على 1,250,000 300,000 فدان زيادة هاب، مش كده؟ تمام يا فندم. ومش عارف انت هتضيف الكلام بتاع ده ولا يعني هتتكلم عن المشروع التاني ولا لا؟ لا انا سيادتك اللوحة اللي بعدها، انا سيادتك اكتفيت باللوحة دي. طيب تمام. ان المي ان طيب المي كمل كمل يا فندم. المي يا فندم اللي هنستفاد اللي هتم انتاجها من بحر من المحطة، هنستفاد بيها فندم ان احنا نروي 456,000 فدان بشمال وسط سيناء. الجزء سيادتك الاخضر ده هيبقى جاهز ان شاء الله اعتبارا من 30/6، وده بالفعل يا فندم الارض دي نسقنا مع وزارة الري وزارة الزراعة، وفي 100,000 فدان جاهزين ان شاء الله اول ما المية تدخل في ترعة السلام. الاراضي دي 100,000 فدان ان شاء الله هتشتغل.